هعمل النهارده رز بالجمبري والحبهان والمستكه. اقول لحضراتكم على المكونات: رز مصري، شبت، حبهان بودره، مستكه، جمبري، ثوم، بصل. انا قلت شبت. اهم حاجه بس نفتكر ان ننضف الجمبري من الظهر، علشان هو مش هيحصل حاجه لو كلناه، بس هي الفكره بيبقى طعمه مر شويه. هي دي بتبقى يعني نقدر نقول الفضلات او المصارين بتاعت الجمبري. هنقطع ايه البصل، حله كده على النار، اقطع البصل صغير. دلوقتي الجمبري في حاجه لما بيتساب كتير على النار بيبتدي ينشف. كتير على النار يعني ايه؟ يعني 7-8 دقائق، لكن لو تساب الربع ساعه هيبتدي هينشف شويه الاول، وبعدين هيطرى تاني مع بقيه الايه الرز اللي هو هياخد تقريبا ربع ساعه. هقطع البصل ايه صغير، هاخد كفايه نص بصله. نقطع كده، نخلي دايما لما نيجي نقطع بصل نخلي دايما الحته اللي موجوده دي علشان بتعمل ايه؟ بتخلي البصله ماسكه الورق بتاعها ممسوك مع بعضه، وبتخلي البصله ما تبتديش تطلع السائل اللي فيها وتوجع العين. مع الوقت بقى لما بندخل المطبخ كتير هيبقى الايه تقطيع البصل اسرع، ومش هيبقى فيه وجع في العين خالص. كده البصل تمام. انا عاده بستعمل زيت زيتون، لكن لو عايزين مش متوفر زيت الزيتون ممكن نستعمل زيت عباية شمس، زيت نباتي، اي زيت كان. هحط زيت كده لحد لما القاع بتاع الحله كله يتملي، اللي هما تقريبا هيبقوا معلقتين ونص ثلاثه. احط البصل كده وناخد ايه كله، هحط شويه من الملح مع البصل علشان يبتدي يطلع المايه اللي فيه. وايه نجهز التوم، نضفيه دي بس كده شويه. نفتكر كويس قوي لما ايدينا دايما تبقى نظيفه ومفيش عليها حاجة، يعني مش متزحلقة، بيبقى أسهل كتير قوي، عشان لما تبقى مزحلقة ممكن السكينة تفلت، ممكن حاجة ماسكينة في إيدينا تفلت فنتعور. والثوم هقطعه شرايح. طبعا الثوم اللي موجود ده ثوم مستورد، أو يعني البذور بتاعته مستوردة، فيبقى طعمه أضعف من الثوم البلدي. لو ثوم بلدي هنستعمل فصين بدل ثلاثة. صغره شوية كده، ادي الثوم. نركز بقى في الثوم علشان مش عايزينه ياخد وقت طويل، عشان لو اخد وقت طويل على النار ممكن ياخد لون زياده ويبقى طعمه يعني سنه محروق. اقطع الشبت كده واجهزه. علشان بقى نبقى ايه ماشيين بالمظبوط، لو حطيت الرز وبعدين حطيت عليه الجمبري يبقى انا كده حطيت على الرز حاجه نيه. فخليني الاول اشوح الجمبري سنه وبعدين ابقى احط عليه الرز. هحط شويه ملح كمان وفلفل اسود. اشوح بقى الجمبري، يعني بنتكلم في 40-50 ثانيه بس ايه يطلع منه اي ريحه سمك من غير ما ياخد حتى لون خالص ولا اي حاجة. عندي بعد كده المستكة والحبهان، دي تقريبا نص معلقة صغيرة، هتدوب بقى مع المية ومع السخونية هتدوب. كده هجيب الرز، ودايما نخلي المعيار اللي احنا استعملنا بيه اللي احنا يعني كمية الرز اللي حطيناها في البولة دي نخليها جنبينا كده، علشان لما نضيف عليها المية او المرقة نبقى عارفين احنا بنحط قد ايه بالظبط علشان الرز ما يعجنش. كده هخف النار بقى شويه، هقلب لحد لما كل المكونات تمتزج مع بعض، اللي هي حبهان ومستكه وبصل وثوم وملح وفلفل والجمبري. نقلب كده تقليبه عشان نبقى متاكدين ان كل حاجه وصلت لبعض، ايه يعني كل حاجه امتزجت مع بعض. وبعدين ناخد الشبت ونقلبه كمان مرة. هيبقى اسهل كتير لو قلبنا واحنا حاطين المية، بس انا بحب قوي اخلي كل حاجة تبقى على نار دايركت الاول علشان تاخد الطعم، وبعد كده لو عايزين نقلب نبقى نقلب براحتنا. حملة دي بقى مية، مية عادية خالص يعني مش محتاجة، لو عندنا طبعا مرقة يبقى احلى واحلى، بس كده كده طعم الجمبري هيطلع في طبق الرز هيبقى طعمه كويس قوي. وبعدين هقلب تقليبه بقى على المكونات كلها